اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. عيني لغير جمالكم لا تنظر، عيني لغير جمالكم لا تنظر، وسواكم في خاطري لا يخطر. فإذا لفت ففي حديث جمالكم، وإذا سكت ففيكم أتفكر. غبت فغاب تواجدي عن ناظري عن ناظري، غبت فغاب تواجدي عن ناظري، فلذاك عيشي بالفراق مكدر. حبي لكم طبع بغير تكلف، يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا رسول الله. حبي لكم طبع بغير تكلف، والطبع في الإنسان لا يتغير. صبرت قلبي عنكم فأجابني، لا صبر لي لا 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 صبر لي، لا أصبر حتى يراكم ناظري، وعلى محبتكم أموت وأبشر. ألم يردك الرحمن في سورة الضحى، وحاشاك أن ترضى وفينا معذب. أترضى يا أبا الزهراء، أترضى يا أبا الزهراء، أترضى يا أبا الزهراء، مع الجاه الوجيه ضياعنا، ونحن إلى عتاب بابك ننسب. إذا كنت محمود المقام، يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا رسول الله، إذا كنت محمود المقام، فإننا على ثقة بأن ليس منا مخيب. دعوت فلبينا سمعا وطاعة، لبيك رسول الله. دعوت فلبينا سمعا وطاعة، لبيك رسول الله. وحاشاك حاشاك يا سيدي، حاشاك يا سيدي أن ندعوك ثم نخيب. نبي الهدى لا تنساني من شفاعتي يا رسول الله، فإني مسيء مذنب ذو جرائر يا حبيب الله.
يا رسول الله فإني موسي كن مذنبون ذو جرائري يا حبيب الله أنا يا رسول الله عافا ورحمة يا رسول الله أنا يا رسول الله يا رسول الله لمسترحمين مستغفرين للمبررين يا حبيب الله نبي الهدى لا تنساني شفاعتي يا رسول الله فإني موسي كن مذنبون ذو جرائري يا حبيب الله أنا يا حبيب يا رسول الله ألا يا حبيب الله غفران وغارتان يا حبيب الله بذي قربتي مسودتي يا جري يا حبيب الله نبي الهدى لا تنساني من شفاعتي يا رسول الله فإني موسي يا حبيب الله ألا يا خليل الله نجد تمجيد يا رسول الله ألا يا خليل ذات مجيد يا حبيب الله كريم سجى يا كاشفا للمعاسري يا حبيب الله نبي الهدى يا رسول الله فإني موسي كن مذنب ذو جرائر يا حبيب الله اللهم صل وسلم وبارك لي وعلى آله وصحبه أشرقت أنوار نبينا فازدهى الكون سرور في ربيعها
هل بينا نور أنوار البدور مرعبا يا نور عيني مرعبا دول الدور مرعبا جد الحسين يا حبيبا للغفور أنت شمس أنت قمر أنت شمس أنت قمر أنت نور فوق نور أنت نور فوق نور أشرقت أنوار نبينا فازدهى الكون السرور في ربيعها الذين نور أنوار البدور مرعبا يا نور عيني مرعبا طول الدور مرعبا جد الحسين يا حبيبا للغفور أنت شمس أنت قمر أنت شمس أنت قمر أنت نور فوق نور أنت نور فوق نور يا حبيبي يا محمد يا رسول الخافقين يا رسول الخافقين يا حبيبي يا محمد يا إمام القبلتين يا إمام القبلتين أنت شمس أنت قمر أنت شمس أنت قمر أنت نور فوق نور أنت نور فوق نور يا شرقت أنوار نبينا فازدهى الكون سرور في ربيعها الذين نور أنوار البدور مرحبا يا نور عيني مرحبا طول الدور مرحبا جد الحسين يا حبيبا للغفور أنت شمس أنت قمر أنت شمس أنت قمر أنت نور فوق نور أنت نور فوق نور طول الأعياد عيدا مولد الهادي شكور مولد الهادي شكور حسنه للشمس أضحى نور نور فوق نور 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 فوق نور أنت شمس أنت قمر أنت شمس أنت قمر أنت نور فوق نور أنت نور فوق نور أشرقا أنوار نبينا فازدهى الكون سرور في ربيعها الذين نور أنوار البدور مرحبا يا نور عيني مرحبا طول الدور مرحبا جد الحسين يا حبيبا للغفور أنت شمس أنت قمر أنت شمس أنت قمر أنت نور فوق نور أنت نور فوق نور يا حبيبي يا محمد يا رسول الخافقين يا رسول الخافقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين يا إمام القبلتين أنت شمس أنت قمر أنت شمس أنت قمر أنت نور فوق نور أنت نور فوق نور يا شرفا أنوار نبينا فازدهى الكون سرور في ربيعها الذين
بيدا نور أنوار البدور مرحبا يا نور عيني مرحبا طول الدور مرحبا جد الحسين يا حبيبا للغمور أنت شمس أنت قمر أنت شمس أنت قمر أنت نور فوق نور أنت نور فوق نور مرحبا يا مرحبا 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 يا مرحبا مرحبا بك يا خير الأغاني بك يا خير الأغاني مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا يا مرحبا يا هو مرحبا حسيني مرحبا مرحبا يا مرحبا قلبي مرحبا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة لرضا الله تعالى ولشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولصحتنا وعافيتنا وسلامتنا وحفظنا ونجاحنا وسعادتنا في الدين والدنيا والآخرة. والفاتحة بنية الشفاء من كل داء ولدفع البلاء ولدفع البلاء ولدفع البلاء وصحة البدن وعافية الجسد وقضاء حاجاتنا كلها الدنيوية بالميسرة والأخروية بالمغفرة في أنفسنا وأهلنا وأولادنا وأحبابنا خصوصا للحاضرين والحاضرات وخصوص الخصوص لجميع صاحب الحاجة في هذه المناسبة. وأن الله يرزقنا أرزاقا كثيرة طيبة بدون تعب ولا مشقة مع اللطف والعافية والصحة والسلامة ومع التوفيق والهداية إلى حضرة النبي على هذه النية ولكل نية صالحة وإلى حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين وإلى حضرات جميع الصحابة والقرابة والتابعين وتابي التابعين رضي الله عنهم خصوصا إلى حضرة جميع أمواتنا وأموات المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها وخصوصا الخصوص إلى روح المرحومة والمغفور لها حجة سكينة وإلى حجي رحمة وإلى حجي بناوي وإلى إبو رسواتي وإلى أحماني وإلى مس لسان وإبو وإلى إبو روسيتا رحمة الله تعالى عليهم رحمة الله عليهم رحمة الله عليهم. أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويتغشهم بالرحمة والمغفرة وأن الله يعلي درجاتهم في الجنة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. شيء لله لهم الفاتحة. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي بلغ الوسيلة يا ربي خصه بالفضيلة يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي وارض عن الصحابة يا ربي وارض عن السلالة يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي وارض عن المشايخ يا ربي فارحم والدينا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي وارحمنا جميعا يا ربي وارحم كل مسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي واغفر لكل مذنب يا ربي لا تقطع رجانا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم
وسلم يا ربي يا سامع دعانا يا ربي بلغنا نزوره يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي واصلح كل مسلح يا ربي واكفي كل مؤذي يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي نختم بالمشفع يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم بشرى لنا نلنا المنى زال العلا وابى الغنى والدهر انجز وعده والبشر اضعم لنا بشرى لنا نلنا المنى زال العلا وابى اكتب لنا نحن الجميع زيارة لحبيبنا بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفى الغنى والدهر أنجز وعده والبشر أطعم لنا بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وافى الهنا سلم يا سلام على النبي ما بظالم والآل وصحب الكرام ما أنشدت بشرى لنا بشرى وَمِنْ عَجَمِي نَبِيٌّ الْأَنْبِيَاءِ
وسلم لعل رحمة ربي هنا يقسمها على حسب الإنسان في يا ربي واجعل رجائي غير منعكسين لديك واجعل حسابي غير منظرمين والطوب بعبدك في دارين إن له صفرا متى تدعوه الأهوال ينهزم ودلسوا بصلاة مكة دائمة على النبي بمنهل ومنسجم أرنا كذبت الباني للصبا أحد الإسعاد الإسعاد ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن أبي وعن عثمان ذي الكرم والهل والصبر ثم التابعين أهل الصفا والوفا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ كرامي يا ربي بيل واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي جامعا طلبنا منك مغفرة وحسن خاتمة يا مبدئ النعم يا ربي صلي على المختار ما نشدت آمين تذكر جيران بدي سلام واغفر لقارئها واغفر لسامئها لقد سألناك يا الجود والكرم واغفر إلهي لكل المسلمين بما يتلون في المسجد الأقصى وفي الحرام أبياتها قد أتى ستين مع مئتين فرج بها كربنا يا واسع الكرم فرج بها كربنا يا واسع الكرم فرج بها كربنا يا واسع الكرم مولاي صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك هون للخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول منا اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم إني لشرتم بما رجعتم يا أكرم الخلق ما نقول رجعنا بكل خير وجمع البرع والأصول رجعنا بكل خير وجمع البرع والأصول اللهم صل على محمد يا رب صل
صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. لولاك يا زينة الوجود من غاب عيشي ولا وجودي. لولاك يا زينة الوجود من غاب عيشي ولا وجودي. ولا ترنمت في صلاتي ولا ركوعي ولا سجودي. ولا ترنمت في صلاتي ولا ركوعي ولا سجودي. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. الله اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رسول الله سلام عليك يا ربيع شادي ودرجعت فتي يا جيرة العالمين. الله 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 يا أهيل الجود والكرم نحن جيران بذا الحرم. الله الله وبي من خوفي أمين يا رسول الله. الله 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 سلام عليك. الله 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 يا ربي عشاني وعد رجعت فتي يا جيرة العالمين. الله 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 يا أهيل الجود أهل بيت المصطفى دورهم أمان الأرض فذكر شبه بالحاج من أنجم الزهر مثل ما قد جاء في سنن يا رسول الله. الله 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 رجعت فتي يا جيرة العالمين. الله 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 يا أهيل الجود والكرم رب فانفعنا ببركتهم آمين. واهدنا الحسنى بحرمتهم آمين. وأمتنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن. الله 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 رب فاجعلنا من الله. Allah, 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 All
إني بالعسر وباليسر بهما هو ألوذ مدى العمر وأقول أغيثني يا ذخري Kau lah yang anak belah
لك أولى يا رسالة جانا جوبا بدنك أولى داري ساد جال جوبا يا دواء علينا يا دواء علينا سبحان الله
ولا إله إلا الله الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. صلى الله عليه. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك لي وعلى آله وصحبه. صلاة الله ما لاحت كواكب على أحمد خير من راكب النجاء عدا حديث سورة بسم الله الله الله. فهذا شكر أعطاف الركاء ألم ترها وقد مدت حتاها وسالت من مدامها سحائب ومالت للحمى طربوا الله 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 إلى تلك المعالم والملاعي بنيا أوريك الدنيا ترى سمبرنا كم فنرجكنا Jukan kalakona Saampona teka Sataja pangaterona Orang banyak lupa Daka pangerana Salatullahima Lahat kawaki Allah Allah Alamad khairi راكب النجاء هذا حديث سورة باسم الحبائب فهجى شكر أعطاف الركائب أنو بسكتين أبا بلا أمبر سانيكا دكا Ya Allah, Ya Rabbi, Ya Allah, Ya Rabbi, Alamatak
salamat aki taulat jajang dari musibah ya Rabbi ya Rahman. اهدنا الحسنى بحرمته وأمتنا في طارقاته ومعافاته من الفتن يا رسول الله ركباً نجاري يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا رب يا عالم الحال إليك وجهت الأمال يا رب يا عالم الحال إليك وجهت الأمال فمنون علينا بالإقبال فمنون علينا بالإقبال وكن لنا وصله البال يا الله بحسن الخاتمة يا رب الأرباب عبدك فقيرك على الباب يا رب يا رب الأرباب عبدك فقيرك على الباب أتى وقد فات الأسباب أتى وقد فات الأسباب مستدركا بعد ممال يا الله بحسن الخاتمة يا رب بأنت ناصري فلقني كل غيري يا رب بأنت ناصري فلقني كل غيري واجعل جنانك ماسري واجعل جنانك ماسري واختم بالإيمان الأجل يا الله بحسن الخاتمة يا رب يا ربي إني أسألك العفو عني يا رب يا ربي إني أسألك العفو عني ولا يغيب فيك ظني ولا يغيب فيك ظني يا مالك الملك يا وال يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بحسن الخاتمة يا الله قولها apang rasa قولها جراج يا الله قولا أبارسا قولا جراجنا تسا فتان قولا ساتجنا فتان قولا ساتجنا نعانا فانا قرنا يا الله بحسن الخاتمة يا الله الدرسين ركسا دأسات
حسن الخاتمة يا الله جمع كأجنان تمبتن يؤن كبرلوان يا الله جمع كأجنان يا رب تمبتن يؤن كبرلوان فتان كولا ساتجنا موكا دنجن فابيلنا داري فماو سنكا يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بحسن الخاتمة اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه فاهتز العرش طربا واستبشارا وازدد الكرسي هيبة ووقارا وامتلت السماوات أنوارا وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر اللهم صل على سيدنا محمد صلاة ترغب وتناشط وتحمس بها الجهاد للإحياء وإلى دين الإسلام وتحمس بها الجهاد للإحياء وإلى دين الإسلام وإظهار الشعائر على طريقة جمعية نهضة العلماء وسلم الله 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 ثبت وانصر أهل جمعية جمعية نهضة العلماء لإعلاء كلمة الله جمعية نهضة العلماء لإعلاء كلمة الله جا بنديري أنو mengikuti para pendahulu wasamu warga NU bangkitkan semangat jiwamu mari kita bersatu padu agar NU jaya selalu Allah 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 tabit wansur organisasi terdapat nilai-nilai islami berkat ulama dan kiai tercipta umat yang hakiki berbakti mengabdi pada negeri demi Islam dan NKRI Allah Allah Allahu Allah 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 sabit wansur ala jamiah jamiah nahdlatul ulama لإعلاء كلمة الله الله جمعية نهضة العلماء لإعلاء كلمة الله تاون ملكر لاهرة إيجو بندرانا طالبان بومي سيمبولا بنتان ساقا لامبانا صلاة الله الله سلام الله الله
رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله التهليل هدينا مناقب وسيلنا ويريت روتنا أمولا صلواتا صلاة الله سلام الله الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله بابا أولا أنتو أمب أولا أنتو كورو كولا أنتو كياي كولا أنتو لامون كولا تأنورا أنتو أدو الله بالام صلاة الله سلام الله, الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله بابا قولا أنتو أمب قولا أنتو كورو قولا أنتو كياي قولا أنتو لامون قولا تأنورا أنتو أدو الله بالان أمكو صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله ببركتهم آمين آمين واهدنا الحسنى بحرمتهم آمين آمين وأمتنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن الله 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 رب فاجعلنا من الأخيار آمين اللهم آمين اللهم آمين اللهم ولم تزل أمه ترى أنواعا من فخره وفضله إلى نهاية تمام حمله فلما اشتد بها الطلق بإذن رب الخلق وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا عابدا كأنه البدر في تمام محل القيام صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب السلام عليك صلوات الله عليك الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حول بك ما رأينا قد يا وجه السرور الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام سلام عليك صلوات الله عليك أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نور أنت إكسير وغالي أنت مصباح الصدور يا الله يا نبي سلام عليك يا رب
حبيب السلام عليك صلوات الله عليك يا حبيبي يا محمد يا عروس الغاب قايني يا مؤيد يا ممجد سلام عليك صلوات الله عليك أنت غفار الخطايا يا الله والذنوب المطبقات يا الله أنت ستار المساوي يا الله ومقيل العثرات يا الله فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركات الهادي محمد يا الله عالم السر واغبى يا الله مستجيب الدعوات يا الله ربي فارحمنا جميعا يا الله بجميع الصالحات يا فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركات الهادي محمد يا الله صلاة الله تغشى حتى تحرير السطور أحمد الهادي محمد صاحب الوجه المنير طالع البدر علينا علينا بفانيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله دعا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم محمد نور لبدر الهدى متمم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم محمد ما زال من وجده متيم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم محمد خير الرسول النبي المكرم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه محمد أفناه ثم به تهيا اللهم صل على محمد يا رب صل عليه محمد منجي الخلائق من جهنم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه محمد أم القرى بلد معظم اللهم صل على محمد محمد مولاه سلمه وكلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه محمد يا سيد الرسل المقدم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه محمد يوم القيامة كي أنعم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم من محمد لو كنا نرتكب المحرم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يوم الهوان بيتحشم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه
وقد مات والحق بين إن تكلم اللهم صل على محمد يا ربي صل علي محمد جبريل قال له تقدم اللهم صل على محمد صلي على محمد منهم ملائكة تصوم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم والكفر أبضى له فهدم اللهم صل على محمد يا ربي صل على محمد والآل كلهم وسلم اللهم صل على محمد وصلى الله على محمد وعلى صحبه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه صدق الله العلي العظيم وبلغ الرسول الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشهيدين والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين وصل وسلم على سيدنا محمد في المرسلين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اللهم بلغ روح سيدنا محمد منا تحية وسلامة وأجزي أنها أفضل ما جزيت يا نبيا عن أمته وأتي الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقام المحمود التي واتوا يا أرحم الراحمين اللهم اجعلنا وإياهم ممن يستجيب شفاعته ويرتجي به من الله رحمته والحمد لله رب العالمين اللهم بحرمة هذا النبي الكريم وآله وأصحابه السالك لنهجه القويم اجعلنا من خيار أمته واسترنا بذيل حرمته واحشرنا غدا في زمرته واستعمل ألسنتنا في مدحه ونصرته وأهينا مستمسكين بطاعته ومحبته وأمنا على سنته وجماعته اللهم أدخلنا معه الجنة فإنه أول من يدخلها وأنزلنا معه في قصورها فإنه أول من ينزلها وارحمنا به يوم يستشفي به العلائق فترحمها اللهم إنا قد حضرنا قراءة مولد نبيك الكريم فحافظ علينا ببركة لباس العز والتكريم واسكننا بجواره في دار النعيم ونعمنا في الجنة بالنعيم المقيم اللهم إنا نسألك بجاه هذا النبي المصطفى وآله أهل الصدق والوفاء كن لنا معينا ومسعفا وبوئنا من الجنة غرفا وارزقنا بجاهه عندك قبولا وعزه وشرفا اللهم إنا نتوسل إليك بنبيك المختار وآل الأدار وأصحاب الأخيار كفر عنا الذنوب والأوزار يا الله يا الله يا الله وحرسنا من جميع المخاوف والأخطار واجمع بيننا وبينه في دار القرار وتقبل منا ما قدمنا من يسير أعمالنا في الإعلان والإسرار وارحمنا برحمتك واغفر لنا إنك أنت العفو الغفار يا غفار إلهي اتم منا ما علينا ووفقنا لشكرك ما بقينا أذقنا برد عفوك والعوافي وهو كل مطلوب علينا فإنا لا نعول في مهم ألم بنا ولا ما قد لقينا على عهد ولا سبب ولكن إذا ذقت وكنت لها قمينا وصل على رسولك كل حين محمد النبي الزاكي الأمينا كذا آل وأصحاب كرامي وموالهم والتابعين إلهي يا كريم فأغفر ذنوبنا بجاه المصطفى فرج علينا يا الله يا الله يا رحيم المؤمنين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين يا الله يا الله يا رحيم المؤمنين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين يا الله يا الله يا رحيم المؤمنين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى
آله وصحبه أجمعين. شتى 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 فكري بين العبودية والعبادة، ولما لما 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 عقلي الشقاوة والسعادة بدا لي نور 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 في قلبي، ما كان له طلب الزيادة. وغدا غدا 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 بنفسي أنس مستأنس مرادا، أنسى أنساني هوى وجناني، لما علمت معنى العبادة. شتى 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 بكري بين العبودية والعبادة، ولما لما 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 عقلي أطاع الشقاوة والسعادة بدا لي نور 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 في قلبي، ما كان له طلب زيادة. يا لطيف لم يزال قلت بنا بما نزال، أنت اللطيف لم تزال قلت بنا والمسلمين. يا لطيف لم يزال قلت بنا بما نزال، أنت اللطيف لم تزال قلت بنا والمسلمين. يا لطيف لم تزال قلت بنا بما نزال، أنت لطيف لم تزال قلت بنا والمسلمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم أثبتنا بمحض فضلك وجودك وكرامك على جميع ما قرأناه من كلامك القديم وذكرك الحكيم، وما سبحنا وما حمدنا وما هللنا وما كبرنا وما صلينا وسائر ما قرأنا وما تصدقنا به. وأوصل اللهم مثل ذلك الثواب كاملا إلى حضرة رسولك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وجميع الأنبياء والمرسلين وعباد الله الصالحين، خصوصا إلى حضراته جميع من قد خصصناهم. أنت أعلم بأسمائهم وألقابهم رحمة الله عليهم، وخصوص الخصوص إلى روح المرحومة والمغفور لها حجة شاكينة رحمة الله تعالى عليها، أن الله يغفر لها ويرحمها ويتغشها بالرحمة والمغفرة، وأن الله يعلي درجتها في الجنة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم اجعل ذلك الثواب في كأن لها ولهم من النار، اللهم اجعله في دأن لها ولهم من النار، اللهم اجعل قبرها وقبرهم روضة من رياض الجنان، ولا تجعل قبرها وقبرهم خفرة من خفار النيران، اللهم ادخل في قبرها وقبورهم الروح والريحان والفسد والردوان والبشارة والآمان، إنك جواد كريم منان. اللهم أنزل الرحمة والنعمة والمغفرة والشفاعة عليها وعليهم وعلى جميع أهل الكبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وارفع لهم الدرجات وضعف لهم الأسنات وكفر عنهم السيئات، وأدخلهم الجنة مع الآباء والأمهات بحق. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، واختم لنا بكمال الإيمان يا عزيز يا غفار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا واستجب لنا دعانا بجاه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبسر أسرار الفاتحة.
تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. آمين اللهم، آمين اللهم، آمين اللهم، آمين. Seterakhir kadinto menangka sohibul haji sekeluarga ngasokani dan kula hadir nang tempat kadinto kaangkui. Sepertama mot ngemoti nikah hol ngaholeh dari almarhumah wal maghfur laha hajjah syagina torjukenan sikap yang dua kangkui arang sarang pada memperingati maulidur rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam CISN kelaben pamausan pamausan si ampun emaus badan kaulah sarang pada panjenengan saja malar muka mulai dari awal katos akhir nang dalam acara kadinto tak lepas dari rahmat nikmat maghfirah Gusti Allah torjukenan melar mukah asarang kelaban ridhonah Gusti Allah dek kabatan kaula panjenengan sadaja sahinggenah badan kaula panjenengan sadaja kelaban barokana kholangah khole kelaban barokana amolot nang bulan se agung nang tempat se moljah tempat se insyaallah itu tak kelaban barokah karena tempat se imamasi solawat tempat saya berdaki molot kintok ongku-ongku tempat saya pemuljah sarang Gusti Allah amin Allahumma amin leres katipun panapa badana bulan Lailatul badana torona Lailatul Qadar leres katipun apa itorona akin Al-Quran leres katipun apa badah telasan Idul Fitri Idul Adha badah setajana kadintok kamuljahan kamuljahan sombrah berdenang bulan semangkin tepat nang tanggal 12 seleres nang bulan mangkin bulan Rabiul Awal atau becang reng metura bulan molot melan reng molot melan reng metura dari seneng ke molot molot telok nyapo bulan molot pada rasul akhirat ibadah akin sorlot rasul bi amolot tangki tetapi ni kederina muljenah bulan molot lamun tada bulan molot lamun tada kelahirna Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lok kira beda Al-Quran lok kira beda Lailatul Qadar lok kira beda kemuljaan kemuljaan selain sebab turun sareng Gusti Allah deka dunya deka umat Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seteja kemuljaan sama kemuljaan seteja kebagusan kebagusan asomper dari bulan samangken bulan molot tepat tanggal 12 mon beda orang entang nakona lon molot lok becek lok 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 bagus berarti keng orang asing ngocak colong lok pati bagus tangi cek dengan bulan kinto epamulja Gusti Allah ngelahiraki Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam lok perlu dek kemuljaan selain lok isabe nang telasen lok isabe nang are Jumat lok isabe nang are-are ecem-ecem sejago tapi karena jago nan nikah bedeneng dalam bedenah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka bila ampun bedah maka kemuljaan sepaling jago tentuna bedah bareng kelaban Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saking muljana Gusti Nabi mongku Gusti Allah tade nang surga lafat la ilaha illallah kecuali asanding kelaban lafat Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam malar muka barokanah amolot sika di Gusti Allah ka dinto ampun acen ciakin orang se selawat de ke Gusti Nabi Muhammad situng selawat egenten ibelesin kenging barokah kening kenceran sepuluh rahmat dari Gusti Allah padahal rahmat dari Gusti Allah situng rahmat mulai zaman Nabi Adam sampai dek kiamat nyokopi kelaben situng rahmat dek kesetajena alam dek kesetajena makhluk dek kesetajena ciptaanah Gusti Allah Subhanahu wa taala situng rahmat cukup dek kebaipan seponapan zaman cukup kebaik dek pan seponapan kenangan cukup dek kapan seponapan makhluk seicipta aki sarang Gusti Allah dari ni istimewa solawat situng solawat langsung iblis sepolo rahmat dari Gusti Allah amin Allahumma amin Allahumma amin Allahumma
Amin. Malar moga rahmat kadinto eto ta'asaran Gusti Allah dek kebetan kaula panjenengan sedaya dek kesedaya tempat kadinto tor sejukan sedaya keluarga besar sahibul bait sahibul hajeng kadinto kelaben barokana pamawasan selawat kelaben barokana amolot kelahiran Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demi molot tiada guna tiada arti suara yang perat, sepenting ki meto suara meki amonye gentak pokong amonye. Dan ki lo masalah, yang penting istiqomah tanpa batas, bersolawat sampai tuntas. Dan lagi lo anapa le cekik ki dengaki suara nah lo nyaman rakar torot lo anapa cek dengan lekala perat derma boleh tepang paju bulan mulut. Nika ki ngale ke samjeren madena tadi dan kula yang cukup sekali tapi saus nika lah sejam setengah kula lekele nengare mon sekecik kelu takok galau tuan tu mana lagi mon abet kelu si nomor dua si galau lagi lagi tadi kula ngalak jalan tengah lo epa abet lo epa sekecik sedang-sedang saja tapi malar muka kencerna itu tak sarang Gusti Allah. Kenapa? Kalaban barokana pamasan solawat, kalaban barokana amolot kelahiran Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Sepaling keng-bingkeng terakhir alhamdulillah ten kula gitu di dalam bulan sesai ten kula apa dengan ijazah khusus dek kesetaja si hadir nang saat malam mangken namung cukup dek si hadir to mun si tak hadir puntan kulilo aja zai ki si hadir to ki lake bine raja kene tua ngoda ya toren mun segosokan maos nika seikoca kuncinah rezeki mon orang mau sekinto insyaallah rezekina buka anapa karena kuncinya buka. Kenapa sih mawas subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah ibaca satu sekali bila saya baca ba'dah salat qobliyatas subhi selastarina asolat qobliyah sopu. Ah mun ada bejang sepuh kan ki bejang salat sunat tangi marah bejang salat sunat nika pah maca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah satu sekali. Ah mane ka pah bejang sepuh sakeci lo abid ngki mun sekir sa abid berarti lo pati tero abu ka rezekina tapi mun secik tero abu ka rezekina satu sekorang make 500 pokok ngabu ka ukura. Biasa nah tangi kila tarik utung sampian semaca mun lakar tero ongku abu ka rezeki baca kadinto sebab dena asolat sunat qobliyatas subhi sebelum asolat sopu apa jeng sunat sopu kelu dua rakaat mari apa jeng sunat qobliyah sopu pas maca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah satos kalih malar muka ke pareng istijabah. Amin Allahumma bisirril Fatihah. Berdesa tanya, lemah lu kikmun mule berdesa minta. Pecang sampian, sebenting gula beri ijazah ke sampian. Ki, gula beri ijazah ke orang lain. Si hadir neng saat malam makin, saya senang dalam pagar, senang luar pagar, senang sepereng ngembong, maki polisi bareng ngibiri ijazah bi gula. Pola polisi kelem kalau kang kuyus mawas, jadi saya terbuka, buka kunci rezeki nah, maka insya Allah tentrem. Amin Allahumma, amin. Nah apa rezeki? Ki kapi rezeki? Rezeki ni kebenikun kau urusan bese. Ki, sehat, lo berat nih rezeki. Mungkin gue tuh pangkat kekurangan rezeki. Kenapa? Suara tak ada. Nah, tapi badan sehat. Jadi subsidi silang. Nah, tangki. Salah suara tak ada. Pah ketur nih lo tipes kemping manis bareng gue ada tapa lo ber. Nah, tangki. Malar muka aman faat. Amin. Allahumma. Pokong ijazah kita khusus sehadir nang saat malam mungkin. Mohon saya tak hadir dan gue lo apareng. Nah, lagi mohon panjenengan peleman apareng ijazah dek selain pecang sampian. Gula lo andi urusan, ki. Mun sampai nak beri nengi jaza, ya toren, lo alang lang, gula. Sampai lo beri na, ki pecang sampian pun, ki. Sepenting gula apa yang dek ijaza dek si hadir. Nanti mun leki pa, si luar, ko lo hadir, oleh punya, enten lo oleh. Ah, tangki. Las jelas dan gula lo oleh. Khusus si hadir neng sad malam mungkin malam muka keterima. Amin Allahumma. Sekadin tok dari petan kaulah wa akhiran wal afu minkum tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ad-dinu lana wal haqqu lana wal adlu lana wal kullu lana adhani salam lana dina wa jami'ul kaun lana. Do you know?
جميع الكون لنا وطنا